مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. هذه الحلقه من المشهد نخصصها للحديث عن المشهد العراقي وتطورات الاوضاع الميدانيه مع قرب انتهاء العمليات العسكريه ضد تنظيم داعش الارهابيه. إذن تتبادر في الأذهان الكثير والعديد من التساؤلات والاستفسارات المختلفة، هل من الممكن عودة الأمن والسلام والاستقرار من جديد إلى العراق، هذا البلد الذي دمره في البداية الاحتلال الأمريكي واستكمل بعد ذلك التدمير والخراب تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المسلحة والعصابات المتطرفة المختلفة، هل تستطيع العراق أن تصبح دولة مواطنة أم أنها ربما تنطلق إلى حروب أهلية؟ أيضا ماذا عن مستقبل السياسي لدولة العراق؟ هل هم بحاجة إلى تغيير الدستور برمته أم تغيير بعض بنوده ونصوصه لما يعني يتواكب ويتناسب مع تطورات الأوضاع على الأرض؟ إذن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المختلفة نطرحها مع حضراتكم في استوديو المشهد مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عبد القادر الهواري الكاتب السياسي والمتخصص في الشأن العربي. دكتور عبد القادر مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا. تسمح لنا في البداية نتوقف الآن لمتابعة هذا التقرير التالي والذي يرصد في دقائق قليلة ومعدودة تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية على الأرض في العراق، وأيضا ما هو الجديد الذي صرح به ربما نائب الرئيس العراقي بأهمية أن يكون العراق عراق موحد بعيدا عن الانزلاق الطائفي والحروب الأهلية التي ربما يتوقعها البعض في المشهد العراقي، ولكن البعض الآخر ربما يحمل نظرة أكثر تفاؤلا ويحمل أملا في مستقبل أفضل في العراق. نتابع سريعا هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار على الهواء مباشرة. رغم تباطؤ العملية العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش بسبب المقاومة الشرسة التي يبديها التنظيم المتطرف للمحافظة على آخر معاقله في العراق، إلا أن العملية تبدو على مشارف نهايتها. ومع بلوغ عملية تحرير الموصل شهرها التاسع، بدأت القوات العراقية عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل، آخر معاقل مسلحي تنظيم داعش بالمدينة. ويرجع تأخر تحرير مدينة الموصل وخاصة الشطر الغربي إلى صعوبة المواجهة الميدانية التي تلعب فيها الكثافة السكانية للموصل دورا في تأخير حسم المعركة، وذلك نظرا لمحاصرة مقاتلي تنظيم داعش لهم واستخدامهم كدروع بشرية. هذا بالإضافة إلى طبيعة شوارع أحياء غرب الموصل التي تتسم بالضيق الذي يعوق تقدم الآليات والمدرعات العسكرية الضخمة. ويرى المراقبون أن الحسابات الداخلية والإقليمية لمرحلة ما بعد تحرير الموصل باتت هي الأخرى من أهم العوائق التي تؤدي إلى تأخر حسم معركة الموصل، والتي يأتي على رأسها غياب التوافق بين المكونات الطائفية للموصل، فضلا عن إشكالية إدارة المدينة بعد طرد داعش منها نظرا للغالبية السنية للمدينة التي تطالب بمنحها حق الإدارة الذاتية، وهو الطلب الذي لم يلقى اهتماما من حكومة بغداد الشيعية. كما يرى المراقبون للمشهد العراقي أن عودة الوجود الأمريكي للعراق على أرضية مكافحة الإرهاب يعد أحد التعقيدات التي تواجه المشهد السياسي العراقي في المستقبل، وذلك فضلا عن الصراعات الإقليمية المحتمل حدوثها بين الأطراف المشاركة في عملية تحرير الموصل في حال عدم تحقيقها أهدافها ومصالحها، وتحديدا تركيا وإيران. The
أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور عبد القادر الهواري، الكاتب السياسي والمتخصص في الشأن العربي. دكتور عبد القادر، لك التحية من جديد. المشهد العراقي وما يحمله من تعقيدات مختلفة وتشابك ما بين الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول بشكل أو بآخر أن يعني تعبث بمصير الشعب العراقي، تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض كيف تتابعها مع يعني ربما وجود تقدم في العمليات العسكرية لمحاولة السيطرة على الدواعش بشكل كبير وكسر شوكة هذه العصابات المسلحة طال أمد الحرب، ولكن يعني حتى هذه اللحظات ربما يرصد البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين نجاحا ملموسا في القضاء على الدواعش. العراق الحقيقة بيشهد تعقيدات عميقة كبيرة في المرحلة الراهنة، والمرحلة المستقبلية ستكون أكثر تعقيدا حتى بعد الانتهاء من فترة داعش. الواقع على الأرض هو مقسم تحالفين رئيسيين في سوريا والعراق. هنتكلم طالما في العراق هنتكلم عن الجزء الشمالي تحديدا وخاصة شمال العراق، وهو التحالف بين التحالف الأمريكي مع بعض القوات التركية وبعض المسلحين والجماعات وبعض والأكراد وقوات مجموعات مختلفة من بعض العشائر. والهدف الروسي الهدف الأمريكي من ذلك هو تطويق روسيا من خلال عمل الشريط الحدودي من غرب الفرات حتى الحدود الروسية الإيرانية، وبالتالي تصبح المنطقة دي منطقة نفوذ أمريكي وتطوق الولايات المتحدة الأمريكية جيوستراتيجيا روسيا من هذه المنطقة. هم حققوا نجاحات كبيرة لكنها بطيئة وليست نهائية. يعني الموصل على سبيل المثال تعتبر أهم معاقل داعش في هذه المرحلة، وربما تكون بداية لآخر أبواب داعش في العراق، لكنها لن تكون النهاية بشكل نهائي. قوات الحشد اللي بنتحدث عنها تكمن في داخل الجملة نفسها مشكلة. قوات الحشد من هم تحديدا؟ هل هم الحشد الشعبي أم هم الحشد العشائري أم هم الجيش العراقي؟ يعني التحالف الموجود بينهم حاليا ضد داعش هو تحالف تكتيكي وليس تحالف استراتيجي مستقبلي، وهذا يجب مراعاته ووضع استراتيجية مستقبلية للتعامل معه في المستقبل. بمعنى حتى بعد الانتهاء من مرحلة داعش، هل سوف يستمر التحالف في القضاء على داعش في المناطق الأخرى في العراق؟ طيب حتى لو انتهينا من داعش، طيب هل هو هيستمر بعد كده حتى مرحلة انتخابات؟ أعتقد أنه ده أمر صعب. طيب يعني لو اتكلمنا تحديدا عن الأوضاع الأمنية والميدانية في مدينة الموصل، وهذه يعني حقيقة المدينة الصامدة الباسلة اللي للأسف يعني تكلب عليها يعني الدواعش والعصابات المسلحة والمتطرفة، كيف ترى وتقرأ مصير هذه المدينة من تحرير الدواعش منها، وماذا بعد التحرير من وجهة نظرك؟ يعني هل سيتوقف الأمر عن فكرة طرد الدواعش من العراق، أم المستقبل السياسي في العراق ما الذي يحمله؟ الموصل تحديدا على الأرض الدواعش محتميين ببعض النساء ويستخدمونهم في الحرب نتيجة لقلة عدد المقاتلين لديهم، يستخدمون دروع بشرية من المدنيين، يستخدمون السيارات المفخخة كالعادة والاستخدامات المعتادة للجماعات الإرهابية. على الأرض في المنطقة هي أغلبها منطقة سنية تقع على الحدود بين سوريا وبين العراق، وبالتالي مع انتصار القوات العراقية وأعتقد حيتم قبل نهاية رمضان غالبا أو على أكثر أسبوع أو أسبوعين حيتم تنسيق سوري عراقي على الحدود ويجاري المحادثات بالفعل بين الطرفين، لكن أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية قد يكون لها رأي آخر في الكلام، كذلك تركيا. تركيا على سبيل المثال من المعضلات المستقبلية المشكلة أمام العراق والجيش العراقي تحديدا، لأنها قد تعرقل هذه العمليات، قد
تقف أمامها. كمان في النهاية هي دورها تأخير انتصارات العراق وعودة العراق وتحقيق أمانيه المرجوة. مستقبليا سياسيا موضوع كبير جدا وطويل الحقيقة. يعني على سبيل المثال منه أن التحرك العسكري الميداني للجيش العراقي والحشد والتحالفات العراقية كلها الحقيقة تحتاج إلى تحرك سياسي ودبلوماسي كبير، لأن التحرك الدبلوماسي حتى الآن لم يكن بما هو مرجو. لكن الحقيقة يعني عشان ما نكونش ظالمين، الحكومة الحالية حققت نجاحات أكبر بكثير من نجاحات الحكومات السابقة منذ إسقاط صدام والاحتلال الأمريكي وخلافه. وكمان محتاجة إنها تنسق مع بعض الدول، خاصة إن هناك تداخل داخلي وخارجي بين العشائر والقبائل والعراقيين أنفسهم مع دول إقليمية زي إيران ودول عربية أخرى. وبالتالي مهم جدا التنسيق، يعني مهم جدا ان نستعين بمصر على سبيل المثال في طب عن مصر وعن الدور المصري في تقديم كل اشكال الدعم والمسانده لدوله العراق الشقيق، وتابعنا بطبيعه الاحوال الزياره لنائب الرئيس العراقي الى القاهره ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كيف تتابع هذه الزياره؟ واذا اردت ان تلخص نتائجها في يعني نقاط معدوده، يعني ما الذي تقوله عن هذه الزيارة وعن أهميتها وعن دلالة التوقيت وعن تصريحات أيضا نائب الرئيس العراقي بأهمية أن يكون العراق دولة موحدة بعيدا عن الطائفة؟ مصر تعتبر أكبر دولة ديموغرافية في المنطقة، من أهم الدول العربية في المنطقة، ولها ثقل تأثير تاريخي وحالي ومستقبلي. مجمل الزيارة العلاقات بين مصر والعراق تاريخية وكبيرة، ومجمل الزيارة تعاون اقتصادي، هناك تعاون يعني مصر تستورد بترول من العراق الشقيق، تعاون ثقافي الحقيقة في اليونسكو. مصر لسه فايزة بعضوية في اليونسكو، عندنا مرشحة لرئاسة اليونسكو في برنامج كبير لها ومجموعة مستشارين كبيرة، مهم جدا مصر تنسق لها ونسقت لها مع دول إفريقية ومع دول عربية ودول أخرى. مهم جدا أن العراق يستند إلى دول قوية تساعده سياسيا، مصر بتساعد شعوب المنطقة كلها والخروج من الإرهاب، مصر بتساعد على استقرار الدول العربية وسلامتها وأمنها ومستقبلها. تصريحاته الحقيقة في تجاذبات زي ما قلنا داخلية في داخل العراق نفسه، بعض الولاءات يعني بعض السياسيين على سبيل المثال من الشيعة ومواطنين قد يلجأوا إلى سياسي شيعي، فكرة المواطنة يعني. والأكراد قد يلجأ الكردي إلى سياسي كردي، وهذا يجب تغييره، فالعراق دولة مدنية وليس دولة دينية أو دولة طائفية. كمان قطر على سبيل المثال من الداعمين للجماعات الإرهابية، وآخر حاجة مليار دولار للجماعات الإرهابية تحت مسمى فدية لجماعة. كيف وصلوا لهذه الجماعة ومن هم ولماذا لم يتم القبض عليهم طالما وصلوا إلى تبادل فدية وأشخاص وهذا تمويل واضح وبين، وأعتقد مبلغ به في المنظمة الدولية الأمم المتحدة. إذا هذه جزئية أيضا يعني نريد أن نلقي الضوء عليها بشكل كبير، التورط القطري في تمويل العمليات الإرهابية المختلفة حقيقة في ربوع الوطن العربي، هي لا تكتفي ببلد بعينها ولكنها تريد أن تثير الفتنة والتقسيم في أوطاننا العربية بشكل عام، وهذا الكلام كان على عهدة العراق عندما خرجت بتصريح تؤكد فيه أن قطر ممولة وبشدة للعمليات الإرهابية المختلفة. سأستمع إلى إجابتك في هذه الجزئية، ولكن معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الدكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي. دكتور فاضل بعد التحية، في أي سياق تضع تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض في العراق، خاصة مع قرب انتهاء العمليات العسكرية في محاولة للقضاء على الدواعش والعصابات المسلحة والجماعات المتطرفة المختلفة؟ يعني من الطبيعي أن كل العراقيين وكل الشرفاء في العالم الآن أنظارهم تشرف صوب مدينة الموصل، خاصة وهي تشهد عمليات عسكرية مسلحة لتحرير ما تبقى منها
الجزء الأيمن وتحديدا في المدينة القديمة للموصل، وبحدود يعني 3 كيلومتر فيها 100,000 نسمة من المدنيين المحتجزين وشرعاء لدى تنظيم داعش. بالتأكيد يعني هنالك لربما الخوف من عمليات قصف عشوائي، لربما هنالك تنظيم داعش يحاول ينتحر ويمارس عمليات إعدام جماعية لمن يحاول أن يهرب في هذه اللحظات. وطبعا يعني القصف وتبادل النيران والاشتباكات مهما تكون، فإن الأسرى وإن الشرية تعتبر غبية لا يمكن أن تبعد عن جسد المدني، وهذا هو ما يشغل بال العراقيين. ولكن كل الذي نتمنى أن قواتنا المسلحة الممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب هي التي تحسن حرب الشوارع وحرب المدن، وقد دخلت مع قوات الجيش العراقي وقوات النخبة. صحيح بالفعل دكتور فاضل، يعني القوات العراقية حققت تقدما ملموسا على أرض الواقع فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، ولكن في المقابل البعض يرى أن هذه المهمة مهمة صعبة، لأن الحرب ليست حرب نظامية ولكنها حرب شوارع. الإرهابيين يختبئون في صفوف المدنيين ويستخدمون تحديدا النساء والأطفال كدروع بشرية. هذه هي الإشكالية، وهذه هي هذا هو مكمن الخطورة، أن تنظيم داعش أولا تنظيم شرس. يعني إذا كان المقاتل يقاتل من أجل البقاء ومن أجل الحياة ومن أجل العودة إلى صورة الحياة المزدهرة والبناء والتنمية، فإن عناصر داعش يبحثون عن الموت. ولذلك عندما هم يمارسون عمليات انتحار في قتل وارتكاب عمليات اعدام جماعي للمدنيين، فهذه بالتأكيد يعني بالنسبة لنا وللمدنيين الموجودين هذه جرائم، وهذه حرب استفادة وقتل للحياة وقتل للفصيلة. يعني لا ننسى أنه نسبة الأطفال المتواجدين من أكثر من 100,000 إلى 120,000 نسمة في بقعة محصورة تشهد معاقب عنيفة. فهذه اللحظات فيها نسبة ما يزيد عن 60% من الأطفال والنساء أيضا وكذلك كبار السن. فنحن في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان نتمنى أن تكون الحرب نظيفة قدر الإمكان، ونظافتها هنا أقصد بها هي أن تكون أقل الخسائر في لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء التي تسقط يوما بعد الآخر، ربما في ظل تخلي المجتمع الدولي عن إنقاذ هؤلاء المدنيين الأبرياء أو تقديم لهم طوق نجاة من هذه الحرب الشرسة التي لا تعرف أي رحمة من قبل هؤلاء الدواعش. طيب دكتور فاضل، إذا ما تحدثنا عن الحسابات الداخلية في العراق والتي تبدو أنها حسابات متشابكة ومعقدة وصعبة بشكل كبير، ماذا بعد تحرير مدينة الموصل؟ هل ترى أن هناك ثمة توافق حقيقية بين المكونات السياسية المختلفة في العراق، أم كما يرى البعض بأن الغالب على المشهد الآن هو يعني غياب التوافق بين الطوائف والمكونات في المجتمع العراقي بشكل كبير؟ يعني بالتأكيد غياب حالة التوافق ما بين كل المكونات العراقية. اليوم العراق يعني تم عملية فرز وتشقي لكل مكونات. اليوم بدأنا نعرف هذه المكونات القاعدية والمذهبية والعرقيات منذ 2003، وهذه المكونات أفكار الاحتلال الغاشم الذي أدخلنا في هذه الحرب الطويلة والحرب الشرسة والتي قتلت الإنسان وقتلت الحيوان وحتى النبات وقتلت الطبيعة، قتلت يعني بسمة العراقيين. على أي حال نحن يعني أو العراق عبارة عن ملفات شائكة ومعقدة، ومن الملفات الجيوسياسية ملفات
ملفات اقتصادية. نعم نعم، أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي، شكرا جزيلا لك، وأعود لضيفي الكريم دكتور عبد القادر. وكنا نتحدث قبل يعني أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي عن الدور القطري وعن الاتهامات بالفعل اللي تم توجيهها من قبل العراق لقطر بأنها داعمة ومساندة ومموله بشكل كبير جدا بالأدلة والمستندات للجماعات الإرهابية والدواعش والعصابات المسلحة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع العراق. كيف ترى هذه التصريحات وإلى أي مدى هي تتوافق مع الموقف العربي الشامل بقطع العلاقات الدبلوماسية من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر؟ ما يسمى بداعش وما يسمى ببعض الجماعات اللي بيقولوا عليها معتدلة التي تحارب بالسلاح، معظمها جماعات من جماعة الإخوان، دي جماعة في مصر وبعض الدول العربية مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي كل دعم هذه الجماعات من خلال قطر وإيوائهم وتدريبهم والتمويل وكمان البوق الإعلامي لهذه الجماعات ونشر أخبارها ومتابعتها وتطوير الأمور وتضخيمها وما نراه من أفلام سينمائية، كل ده شغل موجود من خلال قطر. ما تسعى إليه قطر حاليا خلال ما يحدث من خلال بعض الدول التي قامت بمقاطعة قطر هي أنه قطر بتحاول أنها تعمل العكس، يعني جابت بعض الأمريكان اللي قاموا بعمل قانون جاستا ضد المملكة العربية السعودية أو الابتزازها تحديدا يعني، وبالتالي هي تقول أنا ضد 11 سبتمبر ومن قام ب 11 سبتمبر هم سعوديين، والدليل هو قانون جاستا ضد السعودية، وبالتالي الدولة الداعمة للإرهاب ليست قطر بل هي دولة أخرى. دي جزئية. الجزئية الثانية هي هناك تحالف ثلاثي واضح منذ فترة والآن وربما لفترة مستقبلية خلال هذا النظام الحاكم في قطر بين تركيا وإيران وقطر، وبالتالي هذا التحالف ضد المنطقة برمتها، ووجود قوات تركية يعني كان أنا أرى أنه يجب على مجلس التعاون الخليجي أن يعلن رفض وجود قوات تركية في الخليج، وليس رفض السعودية فقط وجود قوات تركية، يكون هناك موقف لكل دول مجلس التعاون الخليجي صحيح. وعلى الدول التي تسعى للتصالح أو للم الأمور تقول رأيها فلا تصوت لذلك فلتعترض لذلك، لكن الأغلبية سوف يكون لها رأي آخر. وفكرة التصالح مع من يعني لابد أن نوصف القضية توصيف دقيق وحقيقي وعملي. هل الإشكالية بين الدول العربية والخليجية مع قطر إشكالية تتمثل في الموقف السياسي الذي ربما يكون فيه سوء تقدير، وهذا أمر مقبول أو من المنطقي أن نستوعبه، ولكن الإشكالية في تدعيم الإرهابيين الذين تترجم أفعالهم على أرض الواقع بدماء تسال؟ إذن يعني من الأولى أن يتم التصالح مع هؤلاء الأسر الذي يعني أسيلت دماء أبنائهم وبناتهم ونسائهم جراء هذه العمليات الإرهابية، وتغريم قطر حقوق من قتلوا في دول مختلفة في مصر والعراق وسوريا وليبيا. إذن الاختلاف ليس اختلافا سياسيا، لا بل أيضا الخلاف أعتقد أنه على مصلحة الشعب القطري نفسه. على سبيل المثال بيتم شراء في الرياضة بيتم شراء لاعبين دوليين يلعبوا باسم قطر، هذه الأموال لو أنفقت على شباب قطر الواعي المحترم الذي لديه الفكر ولديه العمل والعزيمة لحقق إنجازات أكبر مما يحققها هؤلاء المرتزقة. لو تم إنفاق هذه الأموال على الشعب القطري لحققت قطر المزيد أفضل من شراء هؤلاء الأجانب ودعمهم. فقطر بتحاول إذن الشعب القطري أيضا هو ضحية هذا النظام والنهج للأسرة الحاكمة في قطر، وعدم احترام الشعب القطري. متى انتخب الشعب القطري عضو في برلمان؟
متى اختار الشعب القطري حكومة، متى اختار الشعب القطري حاكم من حكام قطر على مدى. وبالتالي العواقب إن لم تكن هناك تغييرات في النظام الحاكم في قطر، أعتقد أنه حتستمر الأمور لفترة أطول. العواقب قد ما تحاول جر الأمور إليها قطر هي قلب الطاولة على الدول التي قامت بذلك، اللي هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى، وبالتالي قلب الأمور، خاصة أنها بدأت تناور بإيران وباكستان وشراء طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية، وكلها في النهاية طائرات يعني الحقيقة قديمة، يعني ليست F-16 ومش F-15 يعني، ولا الطائرات أسلحة قديمة كلها تتحاول الولايات المتحدة تتخلص منها بمبالغ، وفي النهاية ليس لها قيمة. ومن سيستخدمها؟ هل سيستخدمها الأجانب الذين يتم شراؤهم بدل الشعب القطري والشباب القطري الذي يمكن أن يقوم بعمل جيش قطري؟ طيب من يحمي قطر وحكامها ودولتها؟ الشعب القطري وليس الجيوش والتي يتم شراءها بأموال أو يتم استئجارها ويتم دفع أموال القطريين والشعب القطري لهم. هل القاعدة الأمريكية على الأراضي القطرية هي التي جعلت قطر تشعر بأنها يعني في غنى عن الدول العربية والدول الخليجية، طالما أن هذه القاعدة الأمريكية على أراضيها فهي فوق المساءلة وفوق القانون، ولا يستطيع أحد أن يهدد مصالحها، لأن تهديد المصالح القطرية من وجهة نظر يعني الأسرة الحاكمة في القطر هو تهديد المصالح الأمريكية، وبطبيعة الأحوال لا أحد يجرؤ على يعني أن يمثل أي تهديد للمصالح الأمريكية، وهذا يعني في المقابل أن قطر في أمان وهي في غنى عن باقي الدول العربية، هي ليست بحاجة إليهم. الخليج كله أمن قومي واحد لكل دول الخليج وليس قطر بمفردها، وبالتالي ده مسؤولية كل دول الخليج. كمان مصر لها دور في الحفاظ على الدول العربية ودول الخليج دول عربية. قطر الحقيقة هي شريك أساسي في مشروع القرن الأمريكي اللي هو فرعه الشرق الأوسط الكبير، تقسيم المنطقة. وفكرة قطر هي جاءت من حدثين على سبيل المثال مع الشيخ حمد، وهو أنه لما حصل انقلاب منه على والده مبارك وقف ضده، والسعودية يعني هو كان بيرى أن السعودية ما بتحترموش يعني ما بتقابلوش بالشكل الذي يليق به، فبالتالي رأى أنه فكرة اللي هي السياسة الحديثة وهي قديمة الحقيقة لكنها حديثة الفكر، هي أنه هناك يمكن قيادة المناطق والعالم من خلال دول صغيرة المساحة ومن الأطراف وليس من القلب، وهو بالتالي لما يقسم الدول العربية سعودية أو مصر والدول العديدة ربما يحقق يعني مكاسب أو منافع، وهذا كان يعني مدخلنا في مناقشة تطورات الأوضاع العراقية عندما صرحت العراق بالفعل بأن قطر هي الممولة والمساندة للعمليات الإرهابية، وأنها تندد بشكل كبير وتستنكر هذه التصرفات العدائية من قطر. هذه تصريحات رسمية خرجت من العراق يعني تستنكر التصرفات القطرية. وأيضا في المقابل نائب الرئيس العراقي عندما كان في زيارة إلى القاهرة طلب إيران أيضا بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية. هل المطالبة تكفي فكرة، هل المطالبة فقط هي التي تكفي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، أم لابد أن تترجم هذه المطالبات إلى ممارسات تمثل نوعا من الضغط على إيران حتى تكف عن التدخل في الشؤون العراقية وفي الشؤون العربية والخليجية بشكل عام؟ الحقيقة الحكومة العراقية الحالية أو حكومة مستقبلية أو حكومة ماضية لن تستطيع أن تكف إيران عن التدخل في العراق أو حتى في المنطقة، ولكن هذا يحتاج أن يستعين العراق بدول إقليمية أخرى كدول عربية، جامعة الدول العربية على سبيل المثال. كمان يحتاج من العراق قوة سياسية خارجية للضغط على الخارج. كمان يحتاج من العراق
وثائق أخرى للم الشمل العراقي الداخلي جميعه مجمله تحت دولة وطنية والدستور العراقي المدني، وبالتالي لا تلجأ بعض القبائل أو العشائر أو الأشخاص إلى دول إقليمية أخرى كإيران أو تركيا. كمان مهم جدا أن يضع العراق استراتيجية مستقبلية بالوقت الراهن والمستقبل للتحالف الذي جمع كل العراقيين ضد داعش، ولا يكون تحالف تكتيكي. مهم جدا أن ينظر العراق إلى المستقبل من الناحية العسكرية على سبيل المثال اللي هي التابعة للسياسية، أنه الجيش العراقي يبقى جيش واحد، يعني لدينا قوات البشمركة، لدينا اللي هم الأكراد، لدينا الحشد، قوات الحشد، لدينا قوات القبائل، هذه كلها قوات من تمثل العراق سوى الجيش العراقي الرسمي، وبالتالي اللي يجب التفاوض بهذه الأمور وتحويلها إلى قرار رسمي كل هؤلاء على سبيل المثال يتم ضمهم إلى الجيش العراقي الرسمي أو التصرف فيهم. نظام الحكم نفسه في العراق مستقبلا يحتاج إلى أمور أخرى، يعني هناك أربع نقاط رئيسية في نظام الحكم. هل هو سوف يظل نظام حكم حكومة واحدة وتعدد حزبي وبالتالي حكم مركزي، أم سوف يكون هناك عدم مركزية وبالتالي كل إقليم يحكم حسب قوانين ومعضلات معينة؟ طيب، أم يتم نظام الحكم في العراق المستقبلي من خلال جيش مجلس عسكري يحكم ومن حوله مجموعة من المستشارين العسكريين الخارجيين، وهذا طرح أمريكي وتميل إليه الولايات المتحدة الأمريكية، أم هو مستقبل الذي تريده إيران وهو المنتصرين العسكريين على سبيل منهم الشيعة على سبيل المثال الشيعة والأكراد، وهذا سوف يمثل ضغط كبير على كل العراق وهذا ما تميل إليه إيران؟ دي هذه جزئية. كمان المستقبل العراقي تتمثل عدة مخاطر، منها على سبيل المثال الانتقام القبائلي بين القبائل وبين بعضها، من كان يساند الحشد ومن كان يساند داعش ومن كان يساند هذه مشكلات. إذن الإشكالية الرئيسية الآن ليست في فكرة تحرير يعني المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن الإشكالية تكمن فيما بعد تحرير هذه المدن عن مستقبل العملية السياسية وفكرة سيكون هناك توافق أم غياب ما بين المكونات السياسية. إذا ما تحدثنا تحديدا عن وضع الأكراد في العراق والدعم اللي بيتلقوه من واشنطن بشكل كبير، كيف ترى وضعية الأكراد في العراق وأنهم يعني جزء لا يتجزأ من المشكلة العراقية في مجملها وفي المكون السياسي ومستقبل العملية السياسية في العراق بعد تحرير طبعا المدن العراقية من قبضة الدواعش؟ سايكس بيكو يقال أنها ظلمت بعض الطوائف وبعض العرقيات اللي هم منهم الأكراد. يعني سايكس بيكو الجديدة أو تقسيم المنطقة بالشكل الجديد سوف يكون هناك سعداء به منهم الأكراد، لأنه الأكراد بعض الأكراد أو معظمهم يرى أنهم ظلموا وأن تم توزيعهم، موجود حوالي 20 مليون في تركيا وموجود منهم في سوريا والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة عمل شريط حدودي لتطويق روسيا زي ما قلنا من خلال من غرب الفرات حتى الحدود الإيرانية الروسية، وبالتالي هذا المخطط ضد المصالح التركية وبتعترض عليه طبعا تركيا، وضد العراق وضد إيران وضد سوريا. وزي ما حضرتك قلتي ان الاكراد بتدعمهم الولايات المتحده الامريكيه بدعم كبير، ورغم ذلك الاكراد موجودين في التحالف الامريكي اللي موجود في شمال العراق اللي موجوده معاه تركيا، كلها تحالفات تكتيكيه رغم اختلافات في التفاصيل. الاكراد هم اللي كان بيمر من خلالهم التمويل السلاح وما خلافهم من خلال في العلاقه بين داعش والأراضي التركية، لأن هم ليقعوا بين الحدود بين العراق وبينهم. وبالتالي في المراحل المستقبلية حدثت مشكلات بين الأكراد وبينهم وبين بعض في الداخل، يعني الكي كي بي بالنسبة لتركيا وحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية مصنف منظمة إرهابية، ورغم ذلك بيتم دعمه. تركيا بترفض إقامة دولة مستقلة للأكراد، وهناك ربما في سبتمبر القادم حاولت استفتاء آخر، هناك قاعدة دولية
للأسف محطوطة للعالم كله أجمع، وهي حق تقرير المصير. يعني أي منطقة في العالم تستطيع أن تعمل استفتاء على الاستقلال وتستقل. سنغافورة استقلت من الاتحاد الماليزي حق تقرير المصير على سبيل المثال، فبالتالي يستطيعوا أنهم، لكن هناك اعتراضات من العراق. يعني مدى إلى أي مدى ترى يعني صمود العراق وصمود الشعب العراقي أمام كل هذه المحاولات التي ترغب في تقسيمه وتفتيته إلى دويلات صغيرة ومتناحرة ومتصارعة؟ يجب أن يلتفت العراقيين والعراق وساسة العراق إلى المخططات الإقليمية، وخاصة أن هناك مشروع جو بايدن اللي كان موجود من 8 سنين وطرحه لما كان نائب الرئيس الأمريكي السابق، وهو تقسيم العراق إلى 3 مناطق رئيسية، وهي كردستان وسنستان وشيعاستان، وتبقى العاصمة منطقة فيدرالية بين، وبعض المناطق فيدرالية بين الجميع. وبالتالي على العراقيين أنهم يتنبهوا إلى ذلك. كمان يجب على العراقيين لم شمل العراقيين كلهم تحت دولة مواطنة. الحقيقة الدستور العراقي نفسه رغم أنه هو دستور مدني لكنه ملغم من الداخل. طب فيما يتعلق بفكرة الدستور ومطالبة البعض بتعديله أو بتغييره أو بإعادة النظر فيه أو بوجود دستور جديد في البلاد، هل ترى أن يعني العراق الآن بحاجة عاجلة وسريعة وملحة إلى دستور جديد، أم أن الأوضاع الإنسانية والكارثية المتدهورة والتي تتراجع يوما بعد الآخر ويسقط النساء وأطفال، عدد كبير من القتلى والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين، ربما يكون هذا هو الشاغل الأول أو الرئيسي للشعب العراقي، ويأتي في ذيل القائمة فكرة يعني تغيير أو تعديل أو وجود دستور جديد من عدمه؟ إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا الطرح؟ فكرة الطرح اللي هي أنه يبقى في حكم غير مركزي في العراق، وده بيضطر العراقيين إلى عمل تعديل في الدستور. فكرة إلغاء الدستور، من هم الذين سوف يلغون الدستور؟ هل الحكومة العراقية أم الأكراد أم الاختلافات الطائفية سنة وشيعة، وهناك مسيحيين وأيزيديين ومش عارف وطوائف عديدة في العراق؟ من سوف يكون راعي لهذه العملية؟ هل هيتم تدويلها؟ الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الأمور وسوف تكون هي راعي مثلما كانت راعي من قبل. الدستور العراقي السابق نفسه وضعه بول بريمر، حتى العراقيين نفسهم بيقولوا عليه دستور بول بريمر، وضع فيه أن العراق دولة اتحادية فيدرالية، يعني ممكن تتقسم في أي وقت وتحصل تحدث فيها مشكلات عديدة عرقية ومناطق دينية زي ما ربما في لبنان على سبيل المثال. فبالتالي هذه مشكلات يعني تقف حائل دون عمل تغيير الدستور. ومن الأفضل في المرحلة الحالية السير وفق الدستور الحالي والتعديل مستقبلا إذا اتضح أنه في حاجة إلى تعديل، مع مراعاة أنه هذا فك حل الدستور الحالي سوف ينتج عنه عديد من المشكلات جدا. يعني المنتصرين في الحرب لأنه سوف يسيطرون، ربما نخرج في إشكالية عدم يعني وجود توازن حقيقي أو مراعاة ما بين مكونات وطوائف الشعب هو العربي. غير موجود. المنتصرين عسكريا سوف يسيطرون على الأمور وسوف يتحكمون في الأمور مثلما يطالبون بنظام حكم المسيطرون على الواقع العراقي. هم الذين يشكلون الحكومة وكلهم الرأي الأول، وهم كلهم أمور عديدة، وبالتالي هذه المشكلات. كمان اللي حققوا مصالح على الأرض ومكاسب زي الأكراد، حققوا أكثر من 50% من الأراضي اللي كانوا مسيطرين عليها، حققوا مكاسب اقتصادية، استنفذوا مكاسب اقتصاد العراق الآخر، وحافظوا على مواردهم الموجودة في المناطق الموجودين فيها. هل تركيا موجودة في الشمال؟ هل كل هؤلاء الذين سيطروا على هذه المساحات والأراضي سوف يتنازلون عنها للدولة العراقية والحكومة العراقية؟ هذه أمور محتاجة للنقاش. طيب أخيرا وفي دقائق قليلة دكتور عبد القادر، يعني كيف ترى مستقبل العراق؟ العراق الذي أنهك كثيرا من احتلال أمريكي، دخل العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل مزعومة يمتلكها العراق، وهو الآن يعاني من الدواعش والعصابات المسلحة، ويعاني من وجود قوى وأطراف إقليمية ودولية لا تعد ولا تحصى تعبث بمصير العراق بشكل كبير. في كلمات معدودة، كيف ترى أو تقرأ المستقبل القريب والبعيد أيضا للعراق؟ يمكن للحكومة العراقية إذا استعانت بالتوافق الداخلي وبعض الدول الإقليمية، دول عربية يهمها مصلحة العراق،
يمكن الاستعانة بمنظمات دولية إن أرادوا، يمكن التوافق والتوائم بين كل الطوائف العراقية بلم الشمل وعمل مواثيق أخرى بالإضافة للدستور والحوار والنقاش وطرح دولة المواطنة لكل العراقيين وكل العراق، وعدم تغليب من منتصر ومن انهزم ومن تسبب ومن والحساب على الأمور السابقة والنظر إلى المستقبل. ومراحل التحول الديمقراطي الحقيقة بتكون صعبة، والعراق لن يكون دولة كما تتمنيها قبل من 15 إلى 20 عام على الأقل، وهذه من عيوب مراحل التحول الديمقراطي. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور عبد القادر الهواري، الكاتب السياسي والمتخصص في الشأن العربي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما الحديث معكم.